بطولة التحمل العالمية تنطلق في هذا العام للموسم الخامس. تتألف البطولة من 9 سباقات موزعة على 3 قارات، وقد أقيمت إحدى جولاتها في نهاية يوليو في ألمانيا على مضمار نوربورغ. لقد تغيرت بعض الأمور مع الوقت، وأعتقد أن هذا السباق حدث رائع. هناك قاعدة مميزة في بطولة التحمل العالمية، فجميع الفرق الكبرى زودت سياراتها بمحركات هجينة، وكمية طاقاتها محدودة لكل لفة. يجب ألا تتجاوز كمية الوقود لتراً.8 وكيلو وات.3 كهرباء عند اللفة على مضمار نوربورغ. ولهذا الغرض زودت الشركات سياراتها بأنظمة هجينة مختلفة. يتميز نظامنا عن أنظمة الشركات الأخيرة بأنه لا يجمع الطاقة عند الفرملة فحسب، بل عندما تكون حمولة السيارة كاملة أيضا. عندما تسير السيارة على طريق مستقيم بسرعة عالية، فنكسب طاقة إضافية من طاقة الاحتراق والتي يتم تخزينها ويمكننا استخدامها أثناء السير على الطريق المستوية. في بطولة التحمل هناك 3 فئات إلى جانب سيارات السباق الهجينة. بورش تولي أهمية كبيرة لهذه البطولة. إنه سباق مهم جدا لأننا نجرب تقنيات كثيرة، وبخاصة على المسافات الطويلة والتي ننقلها إلى سياراتنا المتسلسلة. قبل السباق يمكن للمشاهدين التعرف عن كثب على السيارات. القرب من الجمهور هو شعار هذه البطولة، إضافة إلى الحصول على توقيعات السائقين. مضمار نوربورغ حافل دوما ويأتيه زوار كثيرون، ومن الممتع رؤية سيارات السباق الرياضية، ومن الجميل لقاء الناس هنا. انتهت التحضيرات الأخيرة قبل انطلاق السباق. أمام السيارات 33 سباق مدته 6 ساعات لقطع مسافة 5.148 كيلومترا للفوز بجائزة مضمار نوربورغ. وكما هو متوقع، تصدر السباق منذ البداية سائق السيارات الهجينة من بورش وأودي وتويوتا. تعامل السيارات الرياضية مع توليفة محرك الكهرباء والاحتراق يتطلب براعة كبيرة. هناك مؤشر على المقود وهناك شاشة في الأمام. هناك خطان، أحدهما أزرق للبنزين والآخر أصفر للطاقة الكهربائية. كما أن المسافة مقسمة إلى قطاعات بحيث نرى كمية الاستهلال ويمكننا التحكم فيها قليلا، لكن المهندسين يساعدوننا بالطبع. بطولة التحمل العالمية سباق سيارات مثير والمتابعون متحمسون. قرابة 60,000 مشاهد حضروا آخر الأسبوع لمتابعة السباق. بعد نحو 3 ساعات بدا واضحا أن الفوز محصور بين أودي وبورش. برنارد وفيبر وهارتلي تمكنوا من الحفاظ على الصدارة بفارق زاد عن 40 ثانية في الجولات الأخيرة، وتمكنوا من قطع خط النهاية محتلين المركز الأول. للفوز ببورش أمام الجمهور المحلي طعم خاص، فعشاق سباق السرعة الألمان هم الأفضل على الإطلاق. هذا اليوم كان رائعا. كما كانت السعادة كبيرة أثناء التقاط صورة للفريق.